سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم احلام تي في. اليوم اخواتي غنشارك معكم تجربتي لفرن الهالوجين او لو فور دالوجين سيكلونيك. هذا الفرن اللي صراحه انا كنعتبره ثوره حقيقيه في عالم الطبخ، فكيف ما كتشوفوا فهذا هو الشكل ديالو. هذا الفرن صراحه عجبني بزاف بزاف وكذلك نفعني في المطبخ ديالي. فهو فرن متعدد الوظائف، يعني للطبخ صحي وطبيعي. علاش؟ لانه كيطبخ بدون زيوت. وكنسطر على هاد النقطه، كيطبخ بدون زيوت، كذلك كيشوي كيحمر كيطيب لنا الخضر، كيطيب لنا جوج الوصفات في ان واحد. فكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. فكيتوفر على هاد البول اللي هو كيسع اكثر من 12 لتر. كذلك عنده هاد جوج ديال الشبيكات، يعني باش نقدروا نطيبوا فيه جوج ديال الوجبات في دقه واحده. كذلك عنده هذا الغطاء اللي فيه كتكون الحراره، ومنه كذلك كتوزع بفضل واحد المروحيه اللي كتواجد في الراس ديالو. فهذا هو الشكل ديالو من الخارج اخواتي. فانا صراحه نطبخت به شحال من حاجه، كنت درجة هو عام دابا هو عندي، كنت طبخت به الحوت، طبخت به الخضر، يعني كلشي في ان واحد. الدجاج ها هو صورته معكم، كذلك الكيك. يعني كيدير الفوشار بواحد السرعه رهيبه وكيجي رائع الفوشار ديالو، فبدون اضافه ولا نقطه زيت. فهذا هو الدجاج ديالي البنات اللي كنت صاوبت في هذا الفرن اخواتي. يعني كيجمع بين تكنولوجيا الهالوجين وكذلك الحراره الدورانيه ولا لا شالور تورنونت، هي اللي كتمكن الحراره الدور في الوسط ديال الاناء، وكتخلي يعني الوجبات ديالنا يطيبوا بشكل اللي هو يعني صحي وطبيعي ووقت سريع. وكذلك نقدروا نديروا جوج الوجبات، واحده حلوه مثلا كيش مثلا وطاخت في نفس الوقت. علاش؟ لان في لو بول ديالو فالحراره اللي كدور ماشي الروائح. فهنا غادي نقربكم اكثر اخواتي من هذا الفرن، يعني من التشكيله ديالو. فهو كذلك عنده دي زاكسسوار واحدين اخرين انا ما خديتهمش، لي خديت غير هادو اللي هما ضروريين. فكيف ما كتشوفوا بالنسبه للغطاء، فهنا عنده ترموستا، وكذلك عنده هذا المينيتور ديالو، يعني فيه الحراره حتى ل 250. بالنسبه للوقت فحتى ل 60 دقيقه او لا ساعه، يعني كفرن عادي، يعني الخدمه ديالو كتكون كفرن عادي. هذا ضامن الامان، اولا هاد اليد ديالو هي اللي كتسمى ضامن الامان، فبالفضل ديالها كنضمنوا الامان ديال الفرن ديالنا. وكذلك كيبدا الاشتعال ديالو اولا العمل ديالو بمجرد ما كيلمس هذاك الغطاء، هذيك النقطه اللي شرط ليها. فهنا بالنسبه للغطاء من الداخل فكتوفر على هاد الشبكه من اينوكس، يعني كتكون يعني ذات جوده مزيانه. وكذلك كتوفر على واحد واحد المروحه عفوا اللي كتخلي الحراره يعني كتوزع بشكل متساوي في جميع الاناء. كذلك عنده هاد السبوره اللي كيوقف عليها وكتعمل كعازل ما بين الزجاج وسطح العمل. وكذلك هاد الشبيكات اللي كنشرت ليهم البنات، لان هادو بالفضل ديالهم كنقدروا نطيبوا جوج ديال الوجبات في ان واحد. فمثلا غنديروا مثلا بيتزا مع اون تارت في نفس الوقت، يعني بفضل الحراره الدورانيه ديالو اولا التقنيه ديال الحراره الدورانيه مع الالوجين، فكتقدر تطيبوا لنا في ان واحد يعني بدون مزج الروائح. لان كيف ما ذكرت سابقا فالحراره اللي كتوزع وليس الروائح داخل الاناء. فهذا هو الشكل ديالو اخواتي. كما قلت لكم عنده يعني اكسسوارات وحدين اخرين، مثلا حاملات الغطاء باش ما تحطيش هكاك فوق سطح العمل. كذلك عنده واحد الاضافه، واحد بحال شكل قالب كيتزاد من الفوق الا كانت عندنا مثلا شي حاجه كبيره غادي نطيبوها. مثلا غادي نديرو مثلا شي حاجه مثلا جيغو ولا شي حاجه اللي غتقدر تفوت لينا هذا، فكأن واحد سيبورا كنزيدوها. فهذا هو الشكل ديالو اخواتي، يعني بسيط بزاف في الخدمه ديالو، ما فيه صراحه شي تعقيدات. فهو خرجوا هاد الافران خرجوا من سنه 2000. انا صراحه عملت به خديته من دابا تقريبا سنه، يعني العام اللي فات في 2019. وصراحه ما كنتش كنخدم به في داري الاولى بزاف، لان كان عندي كوزينه صغيره بزاف، صافي كنت ستوكيتو في واحد البلاصه، قلت يسهل الله ومشي شي دار كبيره نقدر ديك الساعه ندير. صافي بالنسبه للعمل ديالو اخواتي، فبمجرد ما كنبرونشيو البريز كنحدو الوقت ديالو ودرجه الحراره، وكنهبطو هذيك اليد اللي قلت لكم ضامن الامان. فالحراره ديالو كيف ما شفتو كتوزع، وفيه هذيك البوله اولا هذيك اللمبه يعني اللي كتضوي المطبخ كامل ملي كتكوني خدامه به، فما ما تحتاجيش انك تشعلي الضوء في المطبخ، فكيضوي لكل شيء صراحه. انا كنت كنستعملو بزاف بزاف، يعني فاش كنت خديته كنت كنستعملو لولادي المدرسه، فكنوض مع الصباح كنصلي الفجر الله يتقبل، كندير داكشي اللي غادي نطيب فيه وتنخليه. العجيب انه ما كيحرقش، اون فوا كيسالي الطبخ المده ديالو فكيطفى، وانت راكي نعستي ملي كتنوضي كتلقاي كل شيء ديالك طايب، فكتجمعيهم ليهم في لي بواط ديالهم وصافي، وكتعطيهم ليهم. يعني ما سهل بزاف، فهكا دي بيتزا دي كيش
يعني كل شيء البنات، فغادي ندير معكم ان شاء الله بزاف بزاف الوصفات في هذا الفرن. فاول حاجه ان شاء الله بديت بها، بديت بالكيك، لان شفت بزاف الاخوان العرب قال لك الكيك ما كيصدقش فيه، فانا جربته امامكم اخواتي. هنا خديت كاس ديال السكر كلاصي، كذلك عندي نص كاس ديال الحامض اولا كاس لاروب تقريبا، فايت نص كاس ديال الحامض، عصير الحامض. فهاد الكيكه غندير ان شاء الله بالحامض. هنا كذلك كاس لاروب ديال الزيت. فالمقادير المعروفه ديال الكيك اخواتي، هنا ثلاثه البيضات، خماره، عفوا جوج خمارات وفاني، قطرات من الخل. بالنسبه للدقيق هنا عبرت 250 250 غرام، فغادي نشوف ان شاء الله شحال غادي يدخل. فالغالب كيدخل ليا 250 لانني دائما كناخذ نفس النوعيه من الدقيق، فدائما كتدخل معايا 250 غرام في الكيك. بالنسبه لهاد الدقيقه مثلا ما كنديرش اشهار، ولكن هذا الكنز يعني غير باش الاخوات اللي كيستعملوا الكنز، فديري 250 غرام يعني كيدخل نيشان في الكيك، ما كتبقايش تحتاجي تزيدي ولا تنقصي ولا. فصافي غادي نضيف ان شاء الله المكونات كامله في الطراب ديالي، في الاناء الكاس ديال الطراب عفوا، وغادي نخلط الكيك ديالي عادي البنات. صافي، وغادي ان شاء الله نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نطيبوا الكيك ديالنا في هذا فرن الهالوجين. يعني كيفاش كتشوفوا كي كيطيب، كتشوفوا اللي عجبني فيه بحال داك المنظر ديال ملي كنشوفوا مثلا ديال الاشهارات، تنشوفوا مثلا الكيك كيفاش كيطلع، كنشوفوا مثلا الكرواسون كيفاش حتى كتطلع كتنفخ، يعني بفضل هذاك الاناء الزجاجي ديالو فكتقدري تبقاي تشوفي الوصفه. يعني هي كطيب قدام كنتي كتشوفي فيها، فصراحه يعني هذا شيء جميل. فهنا البنات خديت هذاك المول ديالي كيف ما شفتوا، دهنته بالزبده والدقيق وديرته في الفريكو، غنضيف مكونات كامله تقريبا يعني هكا في مده متفاوته. فهذا هو الكيك ديالي وجد، فغادي نضيف ليه الدقيق، فعفوا في هذاك الخليط ديال المكونات الاولى غادي نضيف الدقيق كذلك والخمارات، غادي نغربلهم وصافي، غادي نخلط الخليط ديالي والطريقه المعروفه اخواتي. يعني باش بلا ما نطول عليكم، انا زربت هذا المقطع، فالمهم اولا الهدف من هذا الفيديو فنشوفوا هذا الفرن، لان كما قلت لكم بزاف الاخوان العرب اللي مجربين هذا الافران وقال لك بانه ما كيستقش فيه الكيك، فانا درت تجربه خاصه ودرتها اول تجربه يعني قبل ما الدجاج جربت فيه الكيك هو الاول. انا صراحه من قبل شنو كنت كندير مثلا الكفته مع الخضر مع مثلا فريت، فالفريت كما قلت لكم اخواتي بدون ولا نقطه زيت، فكتحطيه هنا نشرح لكم طريقه اخواتي عاد نكمل. فهنا كيف ما شفتوا قبل ما نشعلو، نقدروا نشعلوه من قبل ماشي مشكل، فوضعت الكيك ديالي دونك الكيك العادي كما الطريقه اللي كنطيبو، فغادي نشعل درت البريز، غادي نحقق الميني توغ ديالو وهذا والترموستا، فغادي ندير هنايا 175 مده تقريبا 75 دقيقه، غادي نشعلو. كما قلت لكم اليد هي ضامن الامان، اليد ديالو فمجرد ما كنبركو عليها مزيان كتقيس ديك النقطه الوراء اللي في الوراء اللي كنت شرت ليها سابقا، فصافي كيشعل الفرن. مره كيطفى كيطفى لانه كيوصل الحراره المطلوبه، ها هو كيشعل شويه كيطفى لاحظتوا، فملي كيوصل الحراره المطلوبه فكيطفى عاوتاني كيعاود يشعل، يعني ما نخافوش من هذه النقطه. فهذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا، يعني كنبقاو نشوفوه من برا يعني ماشي بحال الافران العاديه. هاد النقطه كما قلت لكم اخواتي عجبتني، فغادي نجرب معكم ان شاء الله مملحات تشوفوا كيفاش كيتنفخوا يعني بواحد الشكل زوين بزاف. فبالنسبه لهاد الافران البنات انا كشحالات كنت خديته ب 1200 درهم، ولكن عام دابا غيكونوا رخاصو. هنا البنات بغيت نوريكم كيفاش المطبخ يعني كيكون تقدر تفضوه، شوف ملي كيشعل كيفاش كيضوي المطبخ كامل، يعني ما تحتاجيش تشعلي معاه الضو، يعني كيضوي المطبخ كامل، يعني كتستافدي منه جوج الحوايج بفضل هذيك اللمبه اللي كتكون هكا يعني كتكون الضوء ديالها قوي. فالكيك ديالنا بدا كينتفخ ما شاء الله، شوفوا اخواتي يعني شوفوا فاش يعني طلع تقريبا فات النص. يا ريت حيت الدجاج ديالو ما تيبين صراحه مزيان، ما انا اللي كنشوف دابا كنشوف واحد المنظر رائع ديال الكيك وهو كيتنتفخ وكذلك كيتشقق. فكيف ما كتعرفوا بان الكيك الناجح هو اللي كيتشقق يعني وكيجي بهذا الشكل، يعني بحال شكل الموسكوتشو او البيسكوتشو، يعني كل واحد كيفاش كيسميه. فرائع جا الكيك ديالنا البنات، هذا هو الكيك، فغادي تشوفوه معايا ان شاء الله ملي طيب، وغادي نقسموه امامكم اخواتي، وغتشوفوا انه كيحمر يعني بفضل هذيك الحراره الدورانيه اللي في الغطاء، يعني اللي كتنتج على يعني جمع ما بين الهالوجين وهذه الحراره الدورانيه اللي كتعطي يعني بسرعه كيطيب لنا الكيك يعني بكله في وقت واحد. هنا نقدر نكون دايره معها حتى شي كيكه اخرى اولا شي طاقت اولا شي حاجه مالحه، فغادي ندير معكم ان شاء الله تجارب البنات ان شاء الله باذن الله. فاللي بغاني ندير مع ان شاء الله بالنسبه للغطاء البنات كيف ما قلت لكم انا ما عنديش الحامل ديالو، فمن الاحسن ما نضيعوش في حاجه بارده، فانا كنوضعو فوق البوطه
هكذا كنضمن انه ما كيتهرش لانه تيكون سخون بزاف. فاللي بغى يشريه كتكون واحد الحامل اللي كنهزو فيه الغطاء. هنا كذلك هذا الاكسسوار البنات كيمشي معاه، فنقدروا نهزو به داكشي اللي كنطيبو او الشبكات ديالو، فكنهزوه بهذا يعني سميتو باش ما نتحرقوش. فهذا هو الكيك ديالي البنات، ها هو طاب كيف ما شفتو في المده المطلوبه. تقريبا درتو انا في 40 دقيقه، ودرت حراره 150 عفوا قبيله لكم 175 في 150 اللي درت يعني، وخليته كيطيب على خاطر خاطرو. هذه الكيك ديالنا البنات من التحت يعني خدا حراره اللي هي خدا عفوا واحد اللون زوين بزاف، فغيبان لكم بانه بحال ما طيبش ولكن راه طايب. انا خشيت فيه العود طيب مزيان، وغادي نحلوا البنات امامكم وغتشوفوا ما شاء الله بحال شكل بونج يعني اسفنجي، فبحال الجينواز تماما جات هاد الكيك، وجات خفيفه بزاف. فكذلك السر كاين اخواتي حتى في سكر ثقيل، يعني سكر ثقيل كيجيب لي كيك رائع يعني احسن من سنيده. فهذا هو الشكل ديال الكيك ديالي اخواتي، فغادي ان شاء الله نقسمها معكم باش تشوفوا اخواتي كيفاش كيجي من الداخل. يعني بالنسبه هذه رساله لبزاف الاخوان اللي كانوا داروا فيديوهات من قبل وقالك بان الكيك ما كيصدقش فيه بلا ما تمحنوا راسكم، فانا محنت راسي وصراحه بغيت نجرب. انا واخا كنشوف شحال من حاجه ما كنتيقش كنقول غادي نجرب ونشوف، فملي جربته صراحه عجبني. لي الاشاره من قبل ما كنتش كندير فيه الكيك، فكيف ما ذكرت اخواتي كنت كندير فيه وجبات مالحه هكا المدرسه، فخضر مع كفته، خضر مع شويه الحوت، خضر مع شويه دجاج. شوفوا ما شاء الله البنات، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي الكيك ديالو، شوفوا ما شاء الله كيجي رائع صراحه. وحتى الريحه ما كتكون صراحه ملي كيكون كيطيب، يعني ملي كتحليه ما كدورش الريحه، يعني كما قلنا باش حتى طيبتي مع شي حاجه مثلا مالحه فكيكون مزج، ما كيكونش مزج الروائح عفوا. فالشكل ديال الكيك ديالنا هو هذا، هذه كيك ديال ثلاثه البيضات، فهكا الشكل ديالها يعني زوين صراحه البنات. انا نفعني بزاف، فكيف ما قلت لكم بالنسبه للمدرسه يعني كنت كنخليه ملي كيسالي المده ديال الطهي ديالو فكيطفى كيبقى سخون، الماكله داخل ديالو كتبقى سخونه. كنوض كنلقى الماكله طايبه وهو طفى يعني سالا، ويعني ما كتعذبيش صراحه. داكشي اللي كتقدري تقطعي خضيره ولا شنو غديري، بيتزا ولا اللي بغيتي ديري كديري فيه وصافي كتخليه. فهذا الشكل ديال الكيكه البنات، شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيفاش جات الكيك ديالو بحال شي بونجا. فكذلك جربت فيه الدجاج المحمر، وهذه ماشي اول مره صراحه، ثاني مره غادي نجرب الدجاج المحمر فيه اولا الدجاج المشوي. فهنا عندي بالنسبه للمكونات، عندي الدجاجه تقريبا كيلو ونص حتى 2 كيلو او على حسب الرغبه، يعني كل واحد وعلى حسب الرغبه. فهنا بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في العطريه، فعندي ربيع الثومه، عندي الحامض الطري عصرته حيت هذيك سميتو ديالو، او ثاني الحامض مصير بجوج، وكذلك عندي شويه ديال السمن، ضمه السمن عفوا السمن، سمن طبيعي، عندي ضمه الزعفران، عندي الزعفران، عندي الزبزار بشويه الهريسه، وهنا عندي عطريه ديال الدجاج، وهنا عندي شويه ديال الزبده. فالزبده البنات هنا هي اللي كتعطيني داك اللون العجيب ديال اللون الجميل عفوا الاحمر القاتم ديال الدجاجه، يعني فاش كتحمر لينا. والسر البنات فالدجاجه ما غاديش نخليها مده طويله، لان يلا جبتها وغنصاوبها للعشاء، دابا تقريبا راه الدن المغرب، فعاد غادي نصاوب لها الحشوه. فالسر هو المساء البنات، كيخلي الدجاج ديالنا كيجي فتي وكيشرب لينا هاد العطريه. فهنا غادي نستعمل والماس، ولكن قبل فغادي نخلط المكونات ديالي، غنضيف كذلك شويه رقيقه ديال زيت الزيتون، شويه رقيقه ديال زيت الزيتون مع هاد الزبده، وغادي نخلط المكونات. انا الدجاج ديالي غادي نديرو يعني محشي بالشعريه الصينيه اولا الفيرميسيل، فغادي نخلط هاد المكونات قبل ما نضيف والماس هاد الماء الغازي. فغادي ناخذ شويه غادي نسم بها الشعريه ديالي، وعاد ديك الساعه نضيف الماء يعني باش ما تجينيش الشعريه ميها. فكنخلط كيف ما شفتوا اخواتي المكونات، هاد الترقيده رائعه، يعني هذه الترقيده الخطيره ديال ماما اللي الدجاج ديالها صراحه كلشي كيحماق عليه، اللي طيبات صراحه اللي جاك لعند ماما الدجاج، فهذه الترقيده اللي كدير رائعه جدا، فانا خديتها من عندها وهي باش كنصاوب الدجاج ديالي. فكيف ما ذكرت اخواتي فغادي ناخذ شويه ديال هاد الشرموله، وغادي نديرها مع الفطر والزيتون والحامض المصير بالنسبه للفيرميسيل، وصافي ديك الساعه كنضيف الماء ديال والماس وكنخلط المكونات وكنشرمل الدجاجه ديالي. انا كنجربها البنات باش ما نطولش عليكم، واخا الفيديو شويه طويل ولكن المهم الاستفاده، يعني باش تعرفوا هاد الاله هاد الفرن. يعني صراحه انا كنت مترده في الاول باش نشريه، وزعمتني لي واحد الصديقه ديالي، صديقتي نجاة كانت جارتي في المسكن ديالي الاول، فزعمتني لي قالت لي حتى هي زعما نفعها بزاف في الوجبات ديال ولادها، يعني نفس الطريقه اللي كنت كنستعمل هي اللي كانت كتستعملني، واصلا خديتها من عندها. ف
فزعمتني لي وخديته صراحه. وكيديروا بالنسبه لهاد الشركه، انا خديته من تركيا، شركه تركيه، فكنت كنخلص بحكا ب بسميتو كل شهر كنعطيهم واحد الكميه، واحد المبلغ ديال 200 درهم حتى ساليتو. كما ذكرت 1200 درهم دابا راهم رخاصو بزاف يعني طاحوا، هما من 2000، من 2000 تقريبا هما موجودين في الاسواق. فهنا اخواتي الدجاج ديالي، فإلا بغيتو يتحمر على خاطر خاطرو، فساعه كتكون كافيه وسط هاد الاله ولا هاد الفرن ديال الهالوجين. انا بغيت نسرع عليه الاماكن، لان كما قلت لكم دابا راه المغرب يعني بغيتو يطيب ليا في ساعه، فغادي ندير يتبخر غير شويه، يتبخر يدخل شويه طيب، وغادي نديرو يتحمر في الاله ديالي. فاول حاجه غادي نعمرو بعدا بالشعريه الصينيه، فغادي نعمرو مزيان، كنعمر ليه حتى الجوانب ديالو. فملي غيتعمر غنحاول ناخذ كوردون وغادي نسد هذوك الجوانب اولا هذوك الجلده كامله، ما نخلي حتى شي بلاصه منين تقدر تطيح ليا الشعريه. صافي غادي نسدو مزيان وغادي نديه يتبخر. يعني هاد الخطوه البنات نقدروا نستغناو عليها الا بغينا الدجاج يطيب لينا، لان كما قلت لكم راه تيطيب وسط منها، يعني يكفي اننا نفلحوه شويه صافي وكندخلوه يطيب فيها، يعني تقريبا ساعه ساعه الا ربع على حساب اللحم ديال الدجاج واش صغير ولا كبير. فانا كيف ما قلت لكم دابا راه قفيت المغرب خلاص، فبالنسبه لهنايا البنات هذيك الحشوه اللي شاطت ليه فغادي نخليها حتى الاخر، وغادي نزيد على شويه الكاتشوب وغادي ندهن بها الدجاجه ديالي. فهنايا درت الدجاجه ديالتي وغادي نديها ان شاء الله عفوا هنا راه تبخرات، سمحوا لي مشى لي المقطع، فتبخرات الدجاجه ديالي لا لاحظتوا ما تبخرتش مزيان، يعني ما دخلاش طياب نيت 100%. فهذيك الحشوه اللي كنت خليت نزيد لها شويه الكاتشوب البنات، هذا سر حتى هو، يعني كيخلي الدجاج ديالنا تيجي محمر وكيجي يعني داك اللون الذهبي الرائع ديالو. فغادي نخلطو لا لاحظتوا غير شويه ماشي بزاف، غادي نخلطو، غادي نحاول ندهن الدجاجه ديالتي وصافي، وغادي ندير ان شاء الله الفرن ديالنا طيب يعني بطريقه عاديه، يعني بحال كيما طيبنا الكيك وصافي. صافي غادي ناخذ واحد البانسو وندهن الدجاجه ديالي وندير ان شاء الله طيب. وهانتوما معايا اخواتي، فدائما كنخليو الفرن ديالنا طافي حتى كنوضعوا فيه الاكل ديالنا، فنقدروا نسخنوه يعني ماشي مشكل. لبعض الوصفات اللي كتطلب ان الفرن يكون ساخن بحال مثلا المملحات، استسمح بحال مثلا المملحات لي كرواسون ولا مهم المورقات عفوا، فكيبغيو شويه الفرن يكون ساخن من قبل، هذوك نسخنوه وعاد نوضعوه. هنا بالنسبه ليا فغادي ندير الدجاج مباشره، وعاد ديك الساعه للاشاره البنات هنا الدجاجه باش ما تجينيش ناشفه، فغادي نوضع واحد تقريبا كاس لا روب ديال الماء، غادي نوضعوه في الاناء من تحت باش الدجاجه ديالنا تبقى اللحم ديالها رطب، كتحمر جلدها فريمون كتحمر، كتجي مقرمشه ولكن الوسط ديال الدجاجه تيجي نفتي ورطب. يعني كذلك لجميع انواع اللحوم فخصنا نحطو شويه الماء، يعني باش كيكون داك البخار ديك الحراره ملي كدور كدور لنا البخار ديال داك الماء، وكيجينا اللحم كما قلنا فتي ومن برا مقرمش. فالان اخواتي كيف ما شفتو خديت الدجاجه ديالتي فدهنتها مزيان مزيان بهذاك الخليط ديال دغميره اولا ديك الشرموله مع الكاتشوب. هيا وضعت الدجاجه ديالي البنات، انا غادي نقفل عليها، غادي نحدد الوقت، فبالنسبه للوقت درت نصف ساعه فقط لانني ديجا فوت ليها شويه طياب بالنسبه للتبخار، فدرت تقريبا بين الساعه حتى الساعه الا ربع، ولكن غتسالي هي في نص ساعه لان انا ديجا واخده عليها الوقت. فصافي وشعلت، يعني بمجرد ما كتبركي على الضامن الامان اولا الغطاء ديالها فقط تشعل، شوفوا ما شاء الله يعني كتضوي الكوزينه كامله، لا زعما لا داعي انك تشعلي الضو ملي تكوني كتطيبي. دابا راه الليل كيف ما ذكرت، فالدجاجه ديالنا البنات تحمرات صافي. الا لاحظتوا شوفوا الماء كيفاش كيدور، ما عرفتش وصل لكم الصوره ولا لا، الماء فكيدور وسط الاناء يعني باش تعرفوا ان ديك المروحه كتخلي الماء تيدور، يعني كذلك الحراره. فهنا راني طافيه الضو البنات، يعني غير الضو ديالها لو لاحظتوا هي كطفى مره مره وكتشعل. هنا غادي نشوف الدجاجه ديالي، غادي نقلبها باش طيب ليا من التحت شويه، لان التحت ما كتحمرش صراحه غير كطيب، ولكن خصني نقلبها باش تحمر. حتى طابت دخلها الطياب ولكن مازال ما محمراش لان العافيه كتكون من الفوق. وصافي دابا غادي نحاول ندهنها، لاحظتوا راها طايبه ما شاء الله، غادي نحاول غير ندهنها باش تحمر ليا تاخذ لي داك اللون، يعني يكون لون موحد الدجاجه كامله. وصافي يعني وغادي نخليها واحد المده تقريبا ديال واحد 10 دقائق هكاك، يعني هنايا غدا غير تحمر تاخذ داك اللون وصافي. وبالنسبه للوقت خليته هو
وصافي الان البنات دازت 10 دقائق تقريبا، فالدجاجه ديالتي ها هي وجدات. هاني هاد الماسك اولا هاد سميتو كيساعدنا صراحه بزاف بزاف، لان يعني صعيب باش تخشي مثلا شي بغرفه ولا شي حاجه فكتجي شويه صعيبه، فكيساعد انك تهز. هنا البنات كنعاود ناكد على القضيه فالضو طافي، وشوفوا الضو ديالها ما شاء الله كيفاش مضوي الكوزينه، يعني صراحه عصفورين بحجره واحده. فيعني كاين الضو، يعني الضو منتشر مزيان، ما كاينش زعما ملي تخدميها فلا داعي لاستعمال الكهرباء. هنا البنات بالنسبه لي فخيت لي فخيت نورمالمون تنقليهم معاها، دابا ما قليتهمش علاش؟ لان الدجاجه عندي كبيره فبغيت نخشي هذه ولكن ما عطاتنيش، وصلت لي البلافون لان الدجاجه عندي كبيره. فكاينه واحد كيما قلت لكم واحد الاكسسوار كيتباع كيكون زايد شويه، هو من اينوكس، كيكون زايد كنوضعوه هنايا وعاد كنوضعوا الغطاء، يعني كيعطينا داك لاسباس الا بغينا نديروا جوج الاطباق. فملي ديري مثلا اللحم عادي وهكا ما تكونش مثلا دجاجه كبيره يكون اللحم هكا مفرق، فتقدري ديري الفريت وهي نيت في نفس الوقت. فللاشاره غادي نشارك معكم ان شاء الله الفريت فيها البنات بدون زيت، فغتشوفوا معايا ان شاء الله الفريت فيها كي غيجي ان شاء الله في فيديوهات سابقه. فقط انضموا للقناه اخواتي، فعلوا الجرس باش ان شاء الله توصلوا بالجديد، باش ان شاء الله ملي نرمي هاد الفيديوهات فتشوفوهم ان شاء الله. فاي حاجه طيبت مع بها ان شاء الله غادي نشاركها معكم، وغادي نشارك معكم ان شاء الله فيها كرواسه وتشوفوا كي كتجي فيها رائعه. يعني صراحه ثوره حقيقيه انا كنعتبرها. فالدجاجه ديالتي البنات ها هي وجدات، الا لاحظتوا ديك كويس الماء فهبط لي شويه ديال لاصوص اولا ديك الدهون ديال الدجاجه. فالعجيب العجيب في هاد الفرن فانه كيصفي لنا هذاك الدهون كلها كتهبط، يعني كتبقى الدجاجه شوفوا ما شاء الله الدهون كلها هبطات في القعر ديال الاناء. فنقدر نستافد منها هكا كمريقه، نديرها هكا يعني للتغماس. فملي كنطيبوا فيها اللحم فكتشوفوا داك لي دم ديالو كلها كتهبط، يعني كتبقى لكم اللحمه ناشفه. فكذلك الدجاجه يعني كون ما درتش داك الماء كنتوا غتشوفوا اكثر، يعني بان داك لي دم ديالها كله هبط. وهنا الفريت ديالي ها هو وجد، فغادي انا صراحه غير لي انا وليداتي. فمهم قدمتها غير بهذا الشكل ماشي بالشكل العادي ديالها المعروف. فصافي هذا هو الفيديو اليوم اخواتي، فنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وصراحه اللي لقى هاد الاله فما يترددش، فهي صراحه كاين فيها بزاف ديال لي مارك. هاد الماركه اللي خديت انا تركيا وعجبتني صراحه الحمد لله، لحد الان مازال نافعاني، مازال بزاف د الحوايج، يعني كما ذكرت اخواتي كتنفعني كثيرا خصوصا في المدرسه، يعني بالتقنيه اللي ذكرت معكم. فكان هذا هو الفيديو اليوم، فنتمنى ان شاء الله اخواتي يعجبكم. شوفوا ما شاء الله الحماه كي كتجي فتيه طريه، الدجاج الجلده كتجي محمره، شوفوا ما شاء الله كيجي بحال شكل الطون، يعني فتي بزاف، وجليده تجي محمره هكا بهذا الشكل مع ديك الحشوه. فغادي نشارك معكم ان شاء الله كما ذكرت وجبات اخرى او وصفات اخرى، فاولها ان شاء الله الفريت ان شاء الله. وكان هذا هو الفيديو اليوم اخواتي، كانت هذه هي تجربتي لهذا الفرن الهالوجيني اللي صراحه داير ضجه في الاسواق العربيه. الاخوان الاتراك المصري